قسم المسيرة الخضراء ميراث الحسن الثاني في قلوب المغاربة. يحتفل المغاربة بالذكرى 47 لمسيرة التحرير، وهي ذكرى غالية من صفحات تاريخ ذهبي سطر فيها 350 ألف مغربي لبوا فيها نداء الحسن الثاني، ملحمة وطنية رواها الأجداد للأحفاد. 6 نوفمبر ليس مجرد تاريخ عادي أو عطلة رسمية، بل هو عيد من أسمى الأعياد الوطنية، عيد تحرير وحكاية 350 ألف قلب مغربي كان يخفق مع الأعلام الوطنية المرفوعة والمصاحف المحمولة. حكاية تستحق أن تروى من جيل لجيل، وميراث يتقاسمه كل مواطن تجري فيه روح الهوية المغربية. نحتفل في هذا التاريخ بمسلسل المسيرة الخضراء، وهو أصله كفاح وتنمية وشتلات زرعها المرحوم الحسن الثاني، وهي تنمو في عهد الملك محمد السادس وتكبر المنابت العمرانية لتطفو المدن المتحركة على الرمال التي وطئها 350 ألف مغربي بأقدام الأوتاد غرسوها في كتبان مقفرة. من يزور أقاليم الساقية الحمراء ووادي الذهب المحررة سواعد المغاربة يذكر أن كل حبة من رمال هذه الأقاليم سقيت بالدماء. نستحضر ملحمة المسيرة الخضراء، ونستحضر معها عنوان التاريخ وبريق الذكرى وصوت الحسن ينادي، عيون عينية والسقي الحمرية ورصيف الشاحنات ومشاهد الأعلام الحمراء المهيبة. نستحضر نفير الحسن الثاني وهو يدق طبول حرب بلا سلاح ويدجج 350 ألف مغربي بالمصاحف والأعلام والأهازيج الوطنية، مشاهد تؤرخ لمسيرة استكمال الوحدة الترابية للمغرب. انتصر فيها السلم على الحرب، انتصرت فيها الوطنية على العدوان. 45 سنة مضت ومنابت الصحراء المغربية تكبر، وتكبر معها مقاومة العدوان القادم من الشرق. بفلسفة السلم نفسها وبروح قسم المسيرة الخضراء الذي خطه الملك الراحل الحسن الثاني، نكمل مسلسل المسيرة للدفاع عن كل حبة من رمال الصحراء بعزيمة أكثر من 36 مليون فدائي مغربي. حينما قرر